ممكن توصف لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم، انا من سكان الاسماعيليه هنا. طبعا كنا قاعدين من حوالي الساعه 6 6 ونص، فسمعنا صوت انفجار رهيب جدا، فبدانا نجري من البيوت لدرجه ان كنت من شده الانفجار الترابيزه كانت بتهز مكانها وهنا اتخطينا. افتكرنا ان في حد من جيراننا لا قدر الله انفجرت عنده انبوبه او ما شابه كده، فطلعنا نجري. طبعا الدائري جنبينا، طلعنا نجري لقينا الاتوبيس طبعا بالمنظر اللي انتم شايفينه. طبعا ما عرفناش نخش من رجال الامن والاسعاف والمطافي، فاحنا خرجنا ما عرفناش نعمل اي حاجه بعد كده. يعني كان في شفت مصابين او شفت؟ لا، اول حاجه كان المصابين جوه الاتوبيس. طبعا رجال الامن والمطافي جم منعوا اي حد يخش، ده طبعا عملهم هم بيشوفوا احسن مننا. طب جيت الساعة كام تقريبا؟ من 6 ل 6 ونص. هو كان صوت واحد بس انفجار ولا اكتر؟ لا، هو صوت واحد. صوت واحد وشديد جدا.